السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا الأحباب، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم سلكين ونحب الدين. ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة، يسر وعسر ثم سقم وعافية. يعني أنت وأنت في حياتك حتتعرض الجميع هذه الأمور، أوقات تكون فيه سعيد وفرحان، وأوقات يصيبك الحزن، أوقات تكون بصحتك وعافيتك، وأوقات تكون مريض، أوقات مع أهلك وناسك، وأوقات تكون بروحك، مرات تكون عندك فلوس ومرات ما عندك شيء. الإنسان اللي يمر بجميع هذه الأحوال، نحن من قدوتنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواجه جميع هذه الظروف بالتفاؤل والأمل، وفي أحلك الظروف التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبث ويزرع الأمل في نفوس أصحابه. يعني نشوفه نحن في كثير من الشباب والبنات، يعني تشوف كلامهم والتشاؤم فيه بشكل رهيب. ليبيا خشت في حيط، البلاد ما يصيرش منها، خربت، ضاعت، الناس فسدت، تسمع كلامهم تشاؤم بشكل غريب. يعني لو هذوما لو يكونوا في محيطك، يعني لو تسمع كلامهم أكثر من مرة وتشوف منشوراتهم يصيبك إحباط، وما عندهمش حتى ذرة تفاؤل. والمشكلة إن كلامهم هذياهي ما يغيرش من الواقع، فقط يزيد سلبية ويزيد إحباط ويزيد هم وكدر في النفوس. بعدين راو أنت شاب، ما ينبغيش الشباب يكونوا خشين في أرواحهم وخلاص يبيخلي نفسه عشان يبيخلي المسؤولية من نفسه ويبين أننا معيش مسؤولية، يبدأ يسب ويلعن وخربوها وضاعت وخشت في حيط وما عاش يصير منها وما عاش تقدم. قصدي راه تفاؤل يعطيك أمل في الحياة، من يهتم بينا كما اهتمناش بأنفسنا؟ كان أنا خشيت في نفسي وأنت خشيت في نفسك وهذا خش في نفسه، من يبي يصنع لنا مستقبلنا ومن يبي يبني حياتنا؟ قصدي التفاؤل يعطيك أمل في الحياة. أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. النبي صلى الله عليه وسلم كان دوما متفائل حتى في أشد وأحلك الظروف وأصعبها. النبي صلى الله عليه وسلم كان متفائل، يعني لما أخرجه أهل مكة من مكة، يعني هو خيرهم وأشرفهم وأخرجوه، وما أكثر في وقتنا هذا ما يخرج الناس خيارهم من بلدانهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ذهب إلى الطائف ولم ييأس من دعوة الناس إلى الله عز وجل، كان عنده أمل أن يخرج أهل الطائف من الظلمات إلى النور، أن يسلموا وينصروا هذا الدين، أن يتركوا عبادة الأشخاص وعبادة البشر إلى عبادة الله عز وجل وتوحيد الله عز وجل. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم للطائف، أهل الطائف آذوه وأدموا قدميه، بعد ما جاءهم مئات الكيلومترات مشيا على الأقدام، أذوه وأدموا قدميه وضربوه وأخرجوه من الطائف. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف ودعا بذاك الدعاء: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى أن قال: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. في ذاك الوضع نزل ملك الجبال، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ملك الجبال وقال: يا محمد إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. الأخشبين جبلان عظيمان محيطان بهم، يعني لو أطبقا أهل مكة وأهل الطائف يذهبوا هباء منثورة. إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، ماذا كانت ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال آذوني وأدموني وما يبوش الإسلام وما يبوش الدين وأطبق عليهم الأخشبين؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الابتلاء عنده نظرة مشرقة، قال: لا بل أستأني بهم، حنصبر عليهم، لا بل أستأني بهم. ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال بل لعل الله، شوف الحكمة، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. يعني حتى كان هم ما أسلموش، لعل الله عز وجل يخرج من أصلابهم من ذريتهم من يعبد الله عز وجل. وفعلا خالد ابن الوليد، عكرمة ابن أبي جهل، يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده نظرة إيجابية مشرقة حتى في وسط الابتلاء. يعني أنت لازم تكون عندك نظرة إيجابية مشرقة للحياة. يعني مرات تلقى ناس: الأولاد تعبوني، الأولاد مش مهتمين بدراستهم، الأولاد كذا. غيرك ما عندش أولاد يتمنى أن الله عز وجل يرزق أولاد،
الأموال، أنا ما عنديش مال. لا تدري لعل هذه نعمة من الله عز وجل عليك، لعل ربي لو رزقك المال تصرفه في غير طاعة الله عز وجل وفي غير مرضات الله عز وجل. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الخير مرات يكون فتنة عليك من حيث لا تدري، يعني أنت خلي عندك نظرة إيجابية، خلي عندك قناعة. أحسن الظن بالله عز وجل. يعني في وزير يعمل عند ملك من الملوك، الوزير هذا كان دائما على لسانه كلمة لعله خير، أي محنة أي شيء أي خبر لعله خير. فالملك مرة من المرات، الملك كان يدير في عمل معين، فقطع أصبعه، انقطع أصبع الملك، شاف الوزير، فلما انقطع أصبع الملك الوزير قال لعله خير، غضب الملك غضبا شديدا، عيناه ينقطع أصبعي وهذا يقول لعله خير، أمر به أن يحبس، احبسوه. جو بيحبسوه، فالوزير قال لعله خير ومشوا به للحبس. الملك كان عنده رحلة صيد بعد أيام، كان دائما رحلة صيد ما يمشيش إلا هو والوزير. المرة هذه الوزير محبوس، فالملك حيمشي بروحه. مشى الملك رحلة الصيد، ابتعد عن المدينة، فكان في مجموعة قبضوا عليه، قبضت عليه المجموعة هذه وقرروا أنهم يذبحوه ويتقربوا به قربان للآلهة متاعهم. فجو بي عند الآلهة يتقربوا به، ففي واحد شاف أصبع الملك مقطوع، وكان عندهم القربان لما يقدموه ما يكونش فيه ولا عيب، ما يكونش يعني فيه قطع ولا شيء، فقال لهم لا انتظروا، هذا يا أصبع مقطوع. فلما شافوا أصبع مقطوع قالوا لا خلاص معناه ما يمشيش، مش حنقدموا قربان. أطلقوا سراحة، أطلقوا سراحة، والملك رجع فرحان للمملكة متاعه. ولما جاء مباشرة قال لهم جيبوا لي الوزير، فجاء الوزير حكى له قال له كلمتك لعله خير فعلا أي جد، يعني شنو نظر للابتلاء من جانب مشرق، يعني نظرة إيجابية مشرقة لعله خير. فقال له لكن أسمع، أنا أصبي انقطع أنقذني من الموت، أنت ليش قلت لعله خير وأنت ما أحبسوك شن كان عندك يعني؟ فقال له يعني لو أنا مشيت معك، كنا نحن نمشي نحن الاثنين، لو أنا مشيت معك أنا سليم، كانوا حيطلقوك أنت وحيذبحوني أنا يتقربوا بي قربان الآلهة متاحب، فلعله خير حبستي كانت خير لي من أني نمشي معك. الشاهد أن الإنسان يكون عنده نظرة إيجابية ونظرة مشرقة لأي ابتلاء ولأي حدث. على الجانب الآخر في نظرة متشائمة عند بعض الناس، يعني في رجل مرض فزار النبي صلى الله عليه وسلم، قال له لا بأس طهور إن شاء الله. صح أنت مريض، لكن المرض فيه نظرة إيجابية ومشرقة، المرض تكفير للذنوب، المرض رفع للدرجات، وبإذن الله عز وجل حيشفيك الله عز وجل من هذا المرض، طهور إن شاء الله. فالرجل كان عنده نظرة متشائمة، قال قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزوره القبور أو تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن، يعني أنت اللي دعيت عليه روحك. فمات الرجل بعد أيام من المرض هذا، مات الرجل في مرضه. هذه نظرة متشائمة ينبغي أن نتخلص منها، دع عندك نظرة إيجابية ومشرقة حتى في أحلك الظروف. النبي صلى الله عليه وسلم كان دوما متفائلا حتى في أحلك الظروف وأشد الظروف، يبث الأمل ويزرع التفاؤل في نفوس أصحابه. يعني في غزوة الخندق تكالب الأعداء على الإسلام، 10,000 رجل جو من كل حدب وصوب وجمعوا أنفسهم بيش يقضوا في نظرهم أنهم حيقضوا على هذا الإسلام، 10,000 رجل مدججين بالسلاح والمسلمين قرابة 3,000. المسلمين وهم يحفروا الخندق، لما قرروا حفر الخندق الصحابة وبدوا يحفروا الخندق استعصت عليهم صخرة كبيرة، فشكوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله في صخرة ضربناها كذا ما صار شيء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المعول ضرب الصخرة الضربة الأولى وقال بسم الله وضرب الصخرة، فانكسر ثلث الصخرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا. تفاؤل في نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الظرف الشديد وفي ذاك الحصار اللي كان على الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم أعطيت مفاتيح الشام، تفاؤل وأمل في نفوس المؤمنين. هذه الضربة الأولى، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الضربة الثانية فانكسر الثلث الثاني من الصخرة وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس
والله إني لأبصر المدائن وقصرها الأبيض من مكاني هذا. ضرب الضربة الثالثة فاقتلع الصخرة من جذورها وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. تفاؤل في نفوس المؤمنين، وعلى العكس من ذلك تشاؤم في نفوس المنافقين. احذروا، ورد تشاؤم صفة من صفات المنافقين. المنافقين قالوا يا محمد يعدنا مفاتيح الشام ويعدنا ملك كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن أن يذهب لقضاء حاجته. كانوا ينظروا في نظرة ضيقة، نحن توا في وضع ضيق، نحن توا في كذا، وهذا يقول لنا تفاءلوا وتوا تاخذوا مفاتيح الشام وتوا تاخذوا مفاتيح كسرى. كان عندهم نظرة متشائمة. لكن المؤمنين اللي عندهم إيمان صادق بين حالين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إيمان ثبات. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، لما رأوا كل شيء إيش قالوا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المنافقون لما رأوا الأحزاب شن قالوا؟ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ليش؟ لأنهم متشائمين، لأنهم ما عندهمش نظرة إيجابية، ما عندهمش تفاؤل. المتشائم لا يحسن الظن بالله عز وجل. المتشائم لا يحسن الظن بالله عز وجل، بينما الإنسان المتفائل عنده حسن ظن بالله عز وجل، عنده نظرة إيجابية مشرقة حتى في أحلك الظروف وفي أشد الظروف. في بعض الناس يتشائم من أشياء، يعني يقول لك مثلا اليوم صبحت في وجه فلان، مش وقت بكر اليوم حيمشي غم وهم، أنا صبحت في وجه فلان. أو مثلا دور يقدر يرجع في دور يكون رقم معين، يقول لك طبيت في الرقم هذا إياي أنا حظي معه مش كويس. في ناس تتشائم من رقم معين أو من اسم أو من طير، يشائم من الغراب، يشائم من البومة، يشائم من كذا. هذين أشياء منهي عنها في الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة ويعجبني الفأل، يعني لا ما فيش طيارة وما فيش تشاؤم، هذه كلها منهي عنها. ويعجبني الفأل، يعجبني التفاؤل والكلمة الطيبة، الكلمة الحسنة، هذه نقطة مهمة. نهاية، في النهاية الفرق الأخير، نعطوا فرق أخير بين المتفائل وبين المتشائم. المتفائل راهو شخص واقعي، مش متفائل معناه عايش حياة وردية وشوف الأمور بنظرة مثالية وكذا، لا راهو عايش معك، المتفائل عايش معك في الواقع، لكن يأخذ بالأسباب وقلبه مطمئن ومتفائل واثق بأن الله عز وجل حيسر. هذا الفارق بينهم. المتشائم نظرة سلبية لكل الأشياء وما يعيش بشيء، كيف ما نقوله ما يعيش بالعجب ولا الصيام في رجب، هو المتشائم. هذا عندك المتشائم يشوف واحد غني مثلا يتصدق يقول لك مرائي، يرائي بالناس يقولوا غني ويتصدق. يشوف واحد فقير يتصدق يقول لك شن القرشين هذين شن بيدير نحل اصلا يتصدق بهن، ما يعيش بشيء. وبالمناسبه لا تجد يشكر الله عز وجل، يعني ربي مرات انا ماليه، يشوف ويسمع ويمشي، عنده نعم. لكن قال الله عز وجل ان الانسان لربه لكنود. الكنود قال اهل العلم هو الذي يعد المصائب، يعد المصائب، والله نحن فينا وسير لنا وسير لنا وانا سير لي وسير لي، يعد المصائب ولا يشكر النعم. هذا الكنود. اياك ان تكون انسان لربي لكنود، اياك ان تكون كنود بهذا المعنى. فهذا المتشائم لا تجد يشكر الله عز وجل، تجد ينقد كل شيء. لا، تفائلوا يا شباب واستمتعوا بالحياه وعيشوا الحياه واسعدوا في الحياه، اعمل بواقعيه، خذ بالاسباب، خلي عندك ثقه وطمانينه ان الله عز وجل حيسر امرك. خليك متفائل، عيش بالتفاؤل، عيش بالحب، عيش بالامل، وخلي عندك هدف تصلح من حالك وتصلح من حال الاسلام والمسلمين. كن بلسما ان صار دهرك ارقما، وحلاوه ان صار غيرك علقما، اعمل لإسعاد السوى وهنائهم، إن شئت تسعد في الحياة وتنعم. شوفوكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. تفاءلوا، سلكين ونحبكم.